بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في قراءة هذه الرسالة النافعة، رسالة بداية الهداية للإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد حجة الإسلام، المولود في سنة 450، المتوفى في سنة 505، وهو المجدد في 105. والإمام الغزالي حفظكم الله من كبار أئمة المسلمين، وتأثيره لم يكن في عصره فقط، بل تجاوز عصره وتجاوز مصره، بل وتجاوز تأثيره المسلمين إلى غير المسلمين. فهنالك من غير المسلمين من كتب دراسات وأبحاث حول فكر الإمام الغزالي، فهو عملاق من عمالقة العلماء، ورجل ينظر إليه بنظر الإجلال والتوقير والتعظيم، ومصنفاته نافعة في كل فن ألف فيه، ولذا لقب رحمه الله تعالى بحجة الإسلام، أي أن أقواله مما يحتج بها عند علماء الإسلام. والمقصود بقولهم يحتج بها أي أنه يرجع إليها ويعتمد بتقريره، ليس أنها حجة أي كالقرآن الكريم وكالسنة النبوية، فهذا لا يفهم من هذه العبارة. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن الإمام الغزالي رحمه الله ألف في فنون متعددة، ألف في الفقه، وألف في أصول الفقه، وألف في أصول الدين، وألف في تزكية النفس والتصوف. ومن كتبه المشهورة كتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب واسع ملأه بما يتعلق بالتصوف والتزكية تهذيب النفوس. ومن تلك الكتب التي ألفها في هذا المجال رسالة إلى أحد طلابه معروفة بأيها الولد، وهذه الرسالة التي تقرأ عادة في المعاهد والأربطة، لأن فيها نفعا لطلاب العلم، لا سيما في بداية طريقهم في طلب العلم. هذه الرسالة اسمها بداية الهداية، وإن شاء الله عز وجل نقرأها ونعلق عليها بما تيسر. وألف أيضا رحمه الله في أصول الفقه كتبا، منها كتاب المستصفى الذي يعد من المراجع الأساسية في أصول الفقه. وألف رحمه الله تعالى أيضا في الفقه كتبا، سواء كان في الفقه المذهبي أو في الخلاف العالي، منها كتاب الخلاصة، وكتاب الوجيز، وكتاب الوسيط، وكتاب البسيط. وفي ذلك يقول القائل: حرر المذهب حبر، عجل الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. وأنا أحثكم على قراءة ترجمة هذا الإمام، خاصة أن العلماء اهتموا بترجمته، ومنهم من أفردها بالتصنيف، أي كتابا مستقلا في ترجمة هذا الإمام. فنفتتح هذا المجلس بخطبة الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي وبه توفيقي، ربي يسر واعن يا كريم. أستاذ آثان تكرم بالقراءة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين وللمسلمين. قال المؤلف الإمام العلامة حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. أحسنتم. قال: الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه من بعده. أما بعد، أي أما بعد الحمد والصلاة، فاعلم. كلمة اعلم يؤتى بها لبيان شدة الاعتناء بما سيلقيه القائل لك، فإذا أراد القائل أن يشد انتباهك قال لك اعلم. أيها الحريص على اقتباس العلم، أي على أخذ العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه، أي أنك تظهر أنك صادق الرغبة، أي أنك تظهر أنك صادق الرغبة في طلب العلم، وفرط التعطش إليه. والمراد بالتعطش فرط التشوق، والفرط معناه المبالغة، أي تظهر من نفسك المبالغة في الشوق إلى العلم. قال: المظهر من نفسه صدق الرغبة فيه وفرط التعطش إليه، أنك اعلم أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة. والمراد بالمنافسة هنا المنافسة المذمومة، وإلا فالمنافسة إذا كانت سبيلاً لشحذ الهمم والجد والاجتهاد وكانت في الطاعات فإنها منافسة محمودة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذات يوم أصحابه رضي الله عنهم إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى بيتي وجاء بنصف ماله، ثم جاء أبو بكر بماله كله. الشاهد من القصة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينافس في الخير، وهذا يشير إليه قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن المراد بالمنافسة هنا في كلامه رحمه الله المنافسة المذمومة. قال: أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة، أي المذمومة، والمباهاة، أي المفاخرة، أردت بطلبك العلم أن تتفاخر على أقرانك وزملائك، والتقدم على الأقران، واستمالة وجوه الناس إليك، أي أن تصرف وجوه الناس إليك حتى ينظر الناس إليك لا ينظرون إلى غيرك. إن كان هذا مقصودك من طلب العلم فحينئذ قال: وجمع حطام الدنيا، فأنت، أي إذا كان هذا مقصودك من طلب العلم فأنت ساع في هدم دينك، أي أنت تسعى في هدم دينك. إذا كان هذا مقصودك من طلب العلم، هذه النيات الفاسدة هي التي تبعثك إلى طلب العلم، فأولا أنت تسعى في هدم دينك، وثانيا أنت تسعى في إهلاك نفسك، ثالثا وأنت تسعى في بيع آخرتك بدنياك. إخواني حفظكم الله، أغلى ما يملك الإنسان هذه الأمور الثلاثة. أغلى ما يملك الإنسان أنه يملك نفسه، ويملك دينه، ويملك آخرته. فإذا كان سيطلب العلم بهذه النيات الفاسدة أضاع أغلى ما يملك، أضاع نفسه، وأضاع دينه، وأضاع آخرته.
فأي خسارة كهذه الخسارة؟ فقال هنا: اعلم أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران أي الزملاء واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. وهذا افتتح هذه العبارة، هذه الفقرة افتتح بها هذا الكتاب ليبين لك أهمية الأمر الذي سيتطرق الكتاب له حتى تلقي السمع لما سيقول. قال رحمه الله: فصفقتك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصفقتك خاسرة، وتجارتك بائرة، ومعلمك معين لك على عصيانك، وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف من قاطع طريق، ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. يقول لك: إن كانت تلك المقاصد التي ذكرتها آنفا هي مقاصدك من طلب العلم، فحينئذ صفقتك خاسرة. صفقتك أي بيعتك خاسرة، لأنك خسرت أعز ما تملك. وتجارتك بائرة أي كاسدة. ومعلمك الذي يعلمك يعينك على المعصية، لأنه يعلم فساد نيتك ومع ذلك يلقنك مسائل العلم، فهو يؤزك ويدفعك إلى غير الطريق المستقيم. ومعلمك معين لك على عصيانك، ولذلك كان بعض العلماء إذا رأى من طلابه أو من طالبه انحرافا على الجادة، انحرافا عن الجادة في النية في طلب العلم، يمتنع من تعليمه. والأولى أنه يقوم بتقويمه، يقوم بإصلاح نيته، فإن استعصى عليه ذلك فله أن يمتنع. قال: ومعلمك معين لك على عصيانك، وشريك لك في خسرانك، وهو أي معلمك كبائع سيف من قاطع طريق، كالذي يبيع السيف لمن يعلم أنه سيقطع به الطريق، لأنه يعلم أن نيتك في طلب العلم فاسدة، فإنما تطلب العلم لتستميل وجوه الناس إليك ولتحصل به حطام الدنيا ولتتنافس منافسة مذمومة مع الأقران. إذن معلمك إذا أعانك على ذلك فهو يعينك على معصية، فهو كمن يبيع سيفا لقاطع طريق. قال: ومن أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. فالأمر خطير. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله تعالى من تعلم العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. هذا القسم الثاني. وإن كانت نيتك وقصدك فيما بينك وبين الله من تعلم العلم الهداية. الهداية خبر كانت نيتك الهداية، أي أنك تهتدي إلى الصراط المستقيم دون مجرد الرواية والإكثار منها والمباهات أمام الناس: عندي رواية عن فلان وإجازة عن فلان، واضح؟ فأبشر. إذا كانت نيتك صالحة فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت. إذا مشيت بسطت الملائكة أجنحتها لك، وبسط الملائكة الأجنحة هو من باب التعظيم، لأن الملائكة تعظم طالب العلم ببسط أجنحتها له إذا مشى. قال: وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. واضح؟ تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. قال: ولكن ينبغي، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، ولكن ينبغي وجوبا أو ندبا لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم التي تريد الوصول إليها لها بداية ونهاية ولها ظاهر وباطن. فظاهر الهداية التكاليف الشرعية، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا ظاهر الهداية. وباطن الهداية الأسرار القلبية. إذن الهداية لها ظاهر ولها باطن، ولا وصول إلى نهايتها، أي لا وصول إلى نهاية الهداية إلا بعد إحكام بدايتها. ولذلك هذا الكتاب جاء يحمل عنوان بداية الهداية، فهو سبيل أن تصل إلى نهايتها. قال: ولا عثور. ما معنى ولا عثور؟ أي لا حصول، لا وجود، لا حصول ولا وجود على باطنها، أي على باطن الهداية، إلا بعد الوقوف على ظاهرها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب فيها نفسك وتمتحن بها قلبك. قال: وها أنا مشير في هذه الرسالة، سأشير إلى بداية الهداية حتى تجرب فيها نفسك، تنظر في نفسك هل هي نفس مطمئنة أو هي نفس لوامة تلوم صاحبها إذا قصر، أو هي نفس أمارة بالسوء. كيف تمتحن نفسك؟ يقول: يمكن أن تمتحن نفسك من خلال هذه الرسالة. واضح؟ قال: لتجرب فيها نفسك وتمتحن بها قلبك. فإن نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة فدونك، والتطلع إلى النهايات والتغلغل إلى بحار العلوم والمكاشفات. يقول: إذا امتحنت نفسك بما في هذه الرسالة، إذا امتحنت نفسك بما كتبته لك هنا، فوجدت قلبك يطمئن لما فيها، نفسك تطاوعك إلى ما كتبت هنا، نفسك تقبل أي ترغب على ما ذكر هنا، فدونك، دونك اسم فعل بمعنى خذ، فدونك والتطلع إلى النهايات. حينئذ خذ البداية وتطلع إلى النهايات، إلى الأسرار القلبية. واضح؟ والتغلغل إلى بحار العلوم والمكاشفات، هذا إذا كانت نفسك ستقبل على ما في هذه الرسالة. وأما إذا وجدت نفسك تستثقل ما في هذه الرسالة وتنفر عنها، فعندك إشكال، عندك مشكلة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وإن صادفت قلبك عند مؤاخذتك إياه بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحد غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: وإن صادفت قلبك عند مؤاخذتك إياه،
أي مؤاخذتك لقلبك بها، أي بما في هذه الرسالة ببداية الهداية. صادفت قلبك مسوفا، هذه الرسالة سوف تتضمن طاعات ومنهيات. لو وجدت قلبك يسوف عند الطاعات ويستمر في ارتكاب المنهيات، إذا وجدته مماطلا عند العمل فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم ليست صادقة، لأن من كان راغبا في العلم ينبغي أن يكون حريصا على ثمرة العلم وهي الهداية، والهداية إنما تكون بامتثال الأوامر واجتناب المناهي. فقال هنا فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين. إيش معنى وقد انتهضت؟ أي قامت بطلب العلم ليس طاعة للرحمن. نفسك هذه التي ستنفر من الأوامر والنواهي، ستترك العمل مع أنها تحب العلم، هذه النفس لا تظن أنها ترغب في العمل لأنها إيش؟ لأنها لا تظن أنها ترغب في العلم لأنها تطيع الله، لا، هي تطيع الشيطان. فقال وقد انتهضت، أي انتهضت في طلب العلم طاعة للشيطان اللعين. لماذا؟ ليدليك بحبل غروره ويستدرجك شيئا فشيئا بمكيدته إلى غمرة الهلاك، أي إلى شدة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير، يروج عليك الشر في صورة الخير. يقول أنت في طلب العلم، اقبل، احضر الدرس الفلاني، احفظ المتن الفلاني، اذهب إلى الدورة الفلانية، من أجل ماذا؟ من أجل أن تزداد غرورا ويعطلك عن فعل الطاعات وعمل المندوبات، بل قد يثبطك حتى عن فعل الواجبات. إذن هو يزين لك الباطل بصورة الحق. فقال وقصده، أي وقصد الشيطان، أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا. من هؤلاء؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ظنهم أنهم على خير وهدى وطاعة، حقيقة الأمر أنهم قد ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ولذلك وصفهم القرآن بصيغة أفعل، الأخسرين أعمالا، ليسوا الخاسرين، الأخسرين أعمالا. قال وعند ذلك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، وعن قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وعن قوله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي إلى السماء بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من أنتم؟ فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. قال هنا وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار. دائما يذكرك الشيطان بفضائل العلم حتى تنشط في طلب العلم، لكن إذا جاء وقت العمل الشيطان لا يذكرك بفضائل العمل ولا يحثك على العمل بالطاعات، فتجد نفسك في باب العمل بالطاعات واجتناب المنهيات تجد نفسك ضعيفا خاملا كسلان، وتجد نفسك في المقابل في باب حضور مجالس العلم مطالعة الكتب والمتون نشيطا مقبلا. واضح؟ قال وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك، أي ويشغلك عن قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا.
نعم الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، أي أقصد بالمعنى ذم من يطلب العلم ولا يعمل بالعلم. جاء في حديث آخر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة. ما هي الفتيلة؟ الشمعة. واضح؟ مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. وهذا إسناده حسن، تضيء للناس لكنها تحرق نفسها، فحذاري حذاري أن نكون من هؤلاء. قال: وعن قوله، أي ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: إنا شد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهذا إسناده ضعيف أيضا، لكن يغني عنه حديث: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن، ومنهم المتصدق، ومنهم المجاهد، أعمالهم صالحة لكنهم تسعر بهم النار أولا. وأشار إلى هذا المعنى العلامة ابن رسلان رحمه الله في الزبد فقال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. قال: وعن قوله صلى الله عليه وسلم، أي ويلهيك الشيطان عن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض. ما معنى تقرض؟ تقطع شفاههم بمقاريض من نار، تقطع شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. قال: فإياك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإياك يا مسكين أن تدعن لتزويره وتتدلى بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بعلمه ألف مرة. الجاهل قد يعذر أنه لم يتعلم أصلا، لكن العالم عنده العلم قامت الحجة عليه. ولذلك يا إخواني، التكاليف التي تجب على العالم أكثر من التكاليف التي تجب على غيره، التكاليف التي تجب على العالم أكثر من التكاليف التي تجب على غيره. ولذلك انظروا في الفقه مثلا، يقولون: فإن فعل كذا عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. واضح ولا لا؟ إذن العلم هذا له ضريبة، العلم هذا نور آتاك الله إياه لتهتدي. فأما أن يعطيك الله هذا النور ثم لا تسلك صراط السابقين من الأنبياء والمرسلين، فأنت قد تنكبت عن الهداية. قال: واعلم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليدخره زادا إلى المعاد، ولم يقصد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهذا من الفائزين. هذا القسم الأول. الآن سيقسم لك الناس إلى ثلاثة أقسام. السؤال: كل واحد يضع نفسه في القسم المناسب، هل أنت من أهل القسم الأول أو من أهل القسم الثاني أو من أهل القسم الثالث؟ اسأل نفسك من أي الأقسام أنت، وأنت تحسب وتظن عند الناس أنك طالب علم. كلنا نوصف عند الناس بأننا طلبة علم، من أي الأقسام نحن؟ قال: واعلم رحمك الله أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: الأول، رجل طلب العلم ليدخره زادا إلى المعاد، أي ليكون هذا العلم زادا لك في معادك في آخرتك، لا تريد به حظا من حظوظ الدنيا، لا المفاخرة لا المنافسة لا جمع حطام الدنيا لا صرف وجوه الناس إليك،
لا تريد شيئا من هذا، بل ليكون زادا لك إلى المعاد، ولم يقصد به أي بطلبه للعلم إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة، فهذا من الفائزين. في الحقيقة من الصعوبة بمكان أن يقول إنسان عن نفسه أنا طلبت العلم قاصدا وجه الله والدار الآخرة، صعب جدا أن تدعي هذه الدعوة. ومن من الله عليه بشيء من هذا أن نيته في طلب العلم سليمة فليحمد الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني، ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك، مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده، فهذا من المخاطرين. انظر، هذا القسم الثاني. رجل طلبه أي طلب العلم ليستعين به أي ليستعين بالعلم على حياته العاجلة، على حياة الدنيا، طلب العلم الشرعي ليحصل على وظيفة يقتات منها، يأخذ المكافأة، ليحوز على منصب من المناصب، وينال به أي بالعلم العز الدنيوي، يريد أن يكون عزيزا عند الناس رفيع القدر، وينال الجاه والمال، وهو عالم بذلك، يعلم أن نيته هي هذه، يعلم ركة حاله، خساسة نفسه، خساسة مقصده. قال: مستشعر في قلبه ركاكة حاله، ضعف حاله، وخسة مقصده، فهذا من المخاطرين. ليش في خطر هذا؟ لماذا مخاطر؟ لأنه إما أن يتوب وإما أن يستمر على تلك الحال حتى يموت. فإذا تاب تاب الله عليه، وإذا استمر كان تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر الله له. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة. فإن عاجله، هذا سبب كونه من المخاطرين. قال: فإن عاجله أجله أي جاءه الموت قبل التوبة خيف عليه سوء الخاتمة وبقي أمره في خطر المشيئة في الآخرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال: وإن وفق. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط منه من الخلل التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: وإن وفق للتوبة قبل الموت، قبل حلول الأجل، وأضاف إلى العلم العمل، مزج العلم بالعمل، وتدارك ما فرط منه أي ما قصر فيه من الخلل، تمام، حينئذ إذا حصل هذا إيش قال؟ إيش قال؟ التحق بالفائزين. لاحظ معي، لم يقل فهو من الفائزين، لم يقل فهو من الفائزين، وإنما قال إيش؟ التحق بالفائزين، وكأنه ليس منهم لكنه يتبعهم حكما، يلحق بهم. واضح ولا؟ قال: التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزر بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكان لابتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين،
إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا الثالث، وهو أسوأ من في هذا الباب، أسوأ الثلاثة. ورجل ثالث طلب العلم لكن الشيطان استحوذ عليه، معنى استحوذ عليه غلب عليه، فاتخذ علمه وسيلة وذريعة للتكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز، أي التقوي بكثرة الأتباع من الطلاب والعوام. ولذلك هذا يحب أن يحشد له الناس، لا يمشي وحده بل يمشي مع جماعة، وإذا أراد أن يعظ الناس لا يعظ في جمع قليل بل يريد جمعا كبيرا، فهو همه وقصده كثرة الأتباع وعلو الصيت والتعزز والتقوي بهم. فقال: يدخل بعلمه كل مدخل، في كل مكان يدخل. ليش؟ حتى ينال نصيبا من الدنيا من ذلك المكان. قال: رجاء أن يقضي من الدنيا وطرح، يريد أن يأخذ مآربه ومقاصده وحظوظه من الدنيا، الوطر المقصد. وهو مع ذلك يضمر في نفسه، يخفي في نفسه. الإمام الغزالي رحمه الله يصف وصفا دقيقا، عندما تقرأ كلامه تقول: هذا كيف يشعر بهذه الأشياء؟ وكأنه يصف شيئا عاشه. فقال هنا: وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكان، فيرى نفسه أنه من العلماء وأنه من الناصحين وأنه من الوعاظ وأنه من الدعاة الذين هم سبب في هداية الناس، يمجد نفسه وينظر إلى نفسه باستعظام بترفع. قال: يضمر في نفسه أنه عند الله بمكان، لاتسامه أي لاتصافه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي أي في الثياب والمنطق أي في الكلام. فإذا رأيت ثيابه ثياب العلماء، وإذا سمعت منطقه كلام العلماء. قال: مع تكالبه أي مع شدة حرصه، التكالب شدة الحرص، مع شدة حرصه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين. إذ الرجاء، لماذا هذا أشد من الذي سبق؟ تعرف الذي سبق هو يعلم ركاكة حاله، يعلم خسة مقصده، يلوم نفسه ويعاتبها، هذا يمكن أن يتوب، نفسه تنازعه، لكن هذا يرى نفسه من المحسنين ويرى نفسه من العلماء. واضح ولا لا؟ ولذلك مثل هذا إذا قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم. فقال هنا: إذ الرجاء منقطع عن توبته. لماذا؟ قال: لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخفف عليكم من الدجال. فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: علماء السوء. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا من علماء السوء أكثر من خوفه علينا من الدجال. هؤلاء علماء السوء، يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا منهم أكثر من خوفه علينا من الدجال. الآن الإمام الغزالي سيبين لك لماذا خوفه عليه الصلاة والسلام من علماء السوء أعظم. لماذا؟ قال تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا لأن الدجال غايته الإضلال، ومثل هذا العالم إن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله. انظر، الدجال غايته أنه يضل الناس. هذا العالم عالم السوء يقول للناس بلسانه بمقاله احذروا الدنيا، بينما يدعوهم إلى الدنيا بأفعاله ومواقفه. فهمتم؟ بل الناس ربما اغتروا به أكثر، فيقولون إذا كان هذا العالم له هذا الحرص الشديد على الدنيا وهو من أهل العلم والفضل، فنحن من باب أولى أن نقتتل على الدنيا وأن ندخل فيها بقوة، فيزداد حرصهم وتكالبهم عليها، لأنهم يرون من هو قدوتهم، من هو أفضل من عندهم، حريص متكالب عليها. إذن يقول العامة نحن من باب أولى أننا يعني نشتغل بالدنيا وننغمس فيها. اتضح؟ من هنا كان خطره شديدا، فقال هنا: ولسان الحال. فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولسان الحال أنطق من لسان المقال، وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال. يقصد بهذه العبارة أن تأثر الناس بالأفعال أشد من تأثر الناس بالأقوال. أنت ممكن تقول للناس مثلا افعلوا كذا وافعلوا كذا، ثم الناس منهم من يفعل ومنهم من لا يفعل، لكن الناس إذا رأوك تفعل يبادرون حتى ولو لم تتكلم. ولذلك أذكر لكم موقفا في السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أراد أن يتحلل في الحديبية، فقال لأصحابه: احلقوا واذبحوا. ما حلق ولا ذبح أحد منهم، فدخل إلى أم سلمة رضي الله عنها يظهر في وجهه التغير. قال: أمرت الناس أن يفعلوا كذا وكذا فلم يفعلوا. قالت: يا رسول الله، أخرج فانحر هديك واحلق رأسك، فإذا رآك الناس فعلوا. فخرج ونحر وحلق ففعل الناس. إذن تأثر الناس بالأفعال أشد من تأثرهم بالأقوال. في يوم الخندق اشتد الجوع حتى رفع بعض الناس ثيابهم فإذا بهم يربطون الحجارة على بطونهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فإذا به يربط حجرين. تأثر الناس بالأفعال أشد. واضح؟ هذا الذي يتزيى بزي العلماء وينطق بكلام العلماء لكنه في حقيقة الأمر حريص على الدنيا، هذا وإن دعا الناس إلى ترك الدنيا بأقواله لكنه في المقابل يدعو الناس إلى الانكباب على الدنيا بأفعاله. تأثير أفعاله أشد من تأثير أقواله. فهم؟ تفضل. أحسن الله إليكم. قال: فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله. انظر، ما أفسده بأفعاله أكثر مما أصلحه بأقواله، فهو يدعو إلى الله بأقواله ويصد عن سبيل الله بأفعاله. يقول للناس بالقول ادخلوا الجنة، وبالفعل يحجبهم عن دخول الجنة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء. كلام جميل. الجاهل من الناس من العامة لا يتجرأ على الرغبة في الدنيا إلا إذا رأى علماء السوء يتنافسون عليها. ولذلك تلحظ بعض العامة يصلح حاله لأنه صاحب عالما صالحا، فإذا رأى العالم الصالح متقشفا من الدنيا زاهدا فيها لا يرغب في المنافسة عليها، العامة يتأثرون به وتجد العامة يحبونه
لأنهم رأوا هذا العالم لا ينافسهم في دنياهم، بينما إذا رأوا العالم هذا ينافسهم في دنياهم في كل صغيرة وكبيرة حينئذ ينفرون عنه، حتى وإن أظهروا له الاحترام لكنهم في قلوبهم لا يحملون له ذلك الإكرام وذلك التبجيل. واضح؟ وهذا مشاهد في الواقع. قال تفضل. أحسن الله إليكم. قال: فقد صار علمه سبباً لجراءة عباد الله على معاصيه. انظر، صار علم هذا العالم عالم السوء، صار علمه سبباً في جرأة الناس على معصية الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك تمنيه وترجيه. نفسه تقول له أنت من العلماء وأنت من الدعاة وأنت كذا ولك تأثير كبير ولك كذا ولك كذا، نفسه تمنيه، تغره نفسه، تزين له نفسه ما هو فيه من باطل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه. يمن على الله بعلمه، يقول: لولا أنا ما تعلم الناس العلم، ولولا أنا ما اهتدى الناس، أنا الذي علمتهم، وأنا الذي كنت سببا في هدايتهم، وأنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي فعلت كذا. يمن على الله بعلمه. قال: وتخيل إليه نفسه الأمارة أنه خير من كثير من عباده. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثاني، فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر. وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. انظر، بعد هذه الأقسام الثلاثة الآن اسأل نفسك، وكل واحد منا المتكلم والسامع يسأل نفسه: من أي الأقسام هذه أنا؟ هل أنا من الفائزين؟ هل أنا من المخاطرين؟ هل أنا من الحمقى المغرورين؟ من أي الأقسام أنا؟ قال: فكن أيها الطالب للعلم من الفريق الأول الذي جعل علمه زادا له للدار الآخرة، واحذر أن تكون من الفريق الثاني الذي هو في خطر، فإن الموت ربما عاجلك قبل أن تتوب فتخسر. وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. وهذا الفريق هو الفريق الذي استحوذ عليه الشيطان وغلب على قلبه. تفضل. فإن قلت: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب نفسي فيها؟ فاعلم أن بدايتها ظاهر التقوى ونهايتها باطن التقوى، فلا عاقبة إلا للتقوى ولا هدى إلا للمتقين. التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. هذه التقوى، التقوى أن تمتثل الأوامر واجبة كانت أو مندوبة، أن تجتنب النواهي محرمة كانت أو مكروهة، هذه التقوى. قال: فهما. أحسن الله إليكم. قال: فهما قسمان. إيش معنى فهما قسمان؟ أي أوامر ونواهي، فهما قسمان. ولذلك هذه الرسالة مقسمة إلى القسمين، هذه المقدمة، القسم الأول في الطاعات، القسم الثاني في المنهيات. قال: أحسن الله إليكم. قال: وأنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا. في القسمين جميعا، أي في الأوامر القسم الأول وفي النواهي القسم الثاني. نكتفي بهذا، والله أعلم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.